بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحضر مع السلطات المحلية مع سيد رئيس من الشعبي البلدي واللجنة الأمنية الفرعية للمقاطعة من أجل الإشراف على فتح طريق 115، طريق الولاية 115 اللي راه مغلوق منذ 4 سنوات ونصف تقريبا في فترة الإنجاز تاع المترو اللي هي أوشكت على نهاية الهندسة المدنية لمحطة المترو، محطة بالعربي الأولى. بالإضافة إلى ذلك أننا أشرفنا على انطلاق مخطط سير جديد اللي هو بمناسبة مدخل ومخرج مدينة براقي اللي كانت هاجس عند المواطنين ومواطنات المدينة. تم بحمد الله على كل حال فتح طريق الولائي 115 الذي يعتبر كما نقول لك متنفس للساكنة براقي والبلديات المجاورة لها، وفك الاختناق اللي كان من قبل كما قال السيد الوالي تقريبا 4 سنوات ل5 سنوات هو مغلق الطريق، والحمد لله على كل حال تم فتح الطريق. وهذا المنبر على كل حال نشكر السيد الوالي المنتدب على حرص ووقوفه دائما باش نفتحوا هذا الطريق، وكما نشكر شركة سوكو سيدار اللي قامت بمجهودات كبيرة باش فتحت لنا الطريق في أجل قصيرة على كل حال. يا خويا مرحبا بكم، جيتونا اليوم والحمد لله، يعني كانت الطريق مغلوقة الحمد لله هاي تفتحت. كانوا شوية صعوبات، حنا كنا شوية صعوبات، كنا نتصارعوا مع الطريق، بصح كثر خير السلطات منهم سيد الوالي رئيس البلدية فهمت، والطريق يعني والله الحمد لله. يعني كانت شوية أزمة، كانت شوية مغلوقة، شوية كومبرومو كذا منا، دوكا الحمد لله بكم انتم بالسلطات يعني درتوا المجهود اللي تقدروا عليه، والطريق والله غير انا فرحانين يعني كي فتحوها، يعني والله غير صافي ان غران بليزير. كي كانت الطريق غلقه كانت نلقاو شويه صعوبات، واحد يمرض باش في عود باش يدير 10 دقائق للسبيطار، كانت الطريق مغلوقه يدير ساعه، بصح دوك كي تفتحت دوك واحد كيكون مريض ولا 10 دقائق يكون عند المصلحة يسمى يداويوه فهمتني. والله غير والي يعني بمعنى الكلمة، والي واقف على قدمين واساق. أنا عندي محل حانوت هنا يشهد ربي أمام كما يقولوا أنا مسؤول أمام الله وأمام الملأ، يعني والي بمعنى الكلمة الحمد لله ويخدم. أنا لابروف البارح في اللي كنت واقف هنا الغبابر يتاكلوا هو في وسطهم، كان واحد آخر بركة في البيرو تاعو يقول أنا لا نتغبر وكذا. يعني نشكره والله يكثر من تالو ان شاء الله. ماذا بينا احنا البلاد ماشي غير بلديه براقي، ماذا بينا ولايه الجزائر والولايات واحد اخرين. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.